تعالوا نكمل بقى النهارده ان شاء الله الدرس بتاعنا. اخر مره لو تفتكروا كنا اتكلمنا عن موضوع نتورك مانجر وازاي نكونفيجر اي بي ادرس للمكنه، واتكلمنا بشكل مفصل وجربناها مره واثنين وثلاثه موضوع البروفايلز. وكنت عايزك تفهم كويس جدا ان البروفايل ده لما تيجي تابلاي البروفايل هتابلاي بروفايل معين لانترفيس معين في نفس الوقت، ما ينفعش تابلاي اكتر من بروفايل نفس الانترفيس في نفس اللحظه. خلاص، واكدت على الموضوع ده وجربته مره واثنين ووريتك بنفسك، وعملت اثنين بروفايل اخر مره كان واحد فيهم عباره عن ستاتيك اي بي ادرس والتاني كان عباره عن دايناميك اي بي ادرس او اوتوماتيك اي بي ادرس من الدي اتش سي بي. خلاص كده. طيب عايز اقول لك بس، او تعالى كده بسرعه قبل ما اعمل اي حاجه، تعالى افكرك بسرعه كده. ان لو عايز تعرف كل البروفايلز اللي موجوده عندك، ان ام سي ال اي كونكشن شو كده، قلت لك طول ما انت شغال مع النتورك مانجر، ها طول ما انت شغال مع النتورك مانجر تعمل ايه؟ دايما ايدك على التاب عشان تعمل اوتو كومبليت. دايما وانت شغال مع نتورك مانجر ايدك على التاب عشان تعمل اوتو كومبليت. طيب حلو جدا. قلت لك كمان كان في شويه تولز ممكن تستخدمها، زي مثلا ان ام سي ال اي ممكن تقول له كده ديفايس ستيتس عشان يعرض لك الستيتس بتاع الديفايس اللي موجوده عندك. خلاص كده، هل هي كونكتد ولا لا وهكذا. يعني بصي عندك كده مثلا، عندي الديفايس اللي اسمها اي ان او دي ام، بص حالتها ايه، كونكتد وكونكتد البروفايل اللي اسمه هوم. خلاص كده، ممكن نعمل له كده ان ام سي ال اي كونكشن داون للبروفايل اللي اسمه هوم، وتعالى مره تانيه كده ديفايس ستيتس، بص ايه اللي هيحصل عندك. ها طيب كلام جميل. حاجه كمان كده، لو جيت تقوله كده اي اف كونفيج، فاكر اي اف كونفيج او اي بي ادرس شو، فاكر الاثنين اللي كنا بنستخدمهم؟ والله مش فارق معايا الاثنين مين بالظبط. اي اف كونفيج كده يا سيدي دي اللي احنا عارفينها. لو عايز تعرف الستيتس بتاع الفيزيكال انترفيس، لو عايز تعرف الستيتس بتاع الفيزيكال انترفيس، في عندك اثنين تولز. الاولى اسمها ماي تول، ماي تول بعد كده اسم الانترفيس. اهون بص هيقول لك ايه، الكونكشن بتاعك ده في اوتو نيجوشيشن، وهو عباره عن 1 جيجا بت ايثرنت، وده تي بيست او ايثرنت بيست بكل بساطه، وبيسبورت الفلو كنترول، وحاله اللينك الفيزيكال لينك، الكابل نفسه واصل ولا لا. يعني ايه الكابل نفسه؟ بص بكل بساطه ممكن يكون الكابل نفسه واصل بس انت موقف الكونكشن، انت موقف الكونكشن زي في ويندوز كده، زي ما بتعمل ايه في ويندوز. ها ممكن يكون عندك انترفيس موجود بس شال منه كل حاجه، شال منه ال بي ادريسز ومش مخليه ياخد اميت دي اتش سي بي، ومش مش عامل له اي بروفايل، مش عامل ابلاي لاي بروفايل عنده. خلاص ماشي. طيب كلام جميل. في عندك كمان التول اهون، التول بقى هتلاقيه بيديك المودز اللي سبورتد مع مع الكارت ده. يعني الكارت ده بيسبورت ال 10 ميجا بت وال 100 ميجا بت ومين كمان وال 1000 ميجا بت، وبيسبورت الاوتو نيجوشيشن. ايوه وبيسبورت كمان، ها خلي بالك ده بيسبورت دول هاف دوبلكس، وبيسبورت دول كمان فول دوبلكس. خلاص ونوع البورت بتاعك تويستد بير، والدوبلكس الحالي في الوقت الحالي شغال فول دوبلكس و1000 ميجا بت. وفي الاخر خالص هتلاقي حاجه مهمه جدا اسمها لينك ديتكتد، شايفه اهو
في الماي تول كان بيقول لك لينك اوكي يس ولا نو. بص المره دي قال لك لينك ديتكتد ايه يس. طب تعالى كده عشان اثبت لك حاجه زي كده، انا هعمل ايه؟ انا هديسكونكت الانترفيس ده، وتعالى شوف تاني مره تانيه ايه اللي هيحصل دلوقتي. بص لي كده، لما عملت ديسكونكت ايه اللي حصل لللينك؟ ها المره دي قال لينك ديتكتد ها نو. طيب لو جيت تستخدم برضو الماي تول معاها قال لك برضو نو لينك، تمام كده؟ خلاص كده. الفول دوبلكس ملوش علاقه بالسرعه بتاعتك. ايه الفول دوبلكس ده؟ معناه يا اما بيبعت يا اما بيستقبل بس. اسف، الفول دوبلكس معناه بيبعت ويستقبل. الهاف دوبلكس معناه يا اما بيبعت يا اما بيستقبل بس. الفول دوبلكس والهاف دوبلكس ملوش علاقه بسرعه الكارت ده. ايه ممكن يكون الكارت بتاعك 100 ميجا بت بس هاف دوبلكس، وده هتلاقيه في شبكات الميكروويف. يعني لو عندك ديفايس حاجه اسمها فليكسي باكت وفليكسي اوبر، الفليكسي باكت ده لما انت بتجيبه تركبه هتلاقي سرعه مش هقول لك ايه 99% من الفليكسي باكت هتلاقيه 100 ميجا بت ايثرنت، بس هتلاقيه كله هاف دوبلكس. فالفول دوبلكس والهاف دوبلكس ملوش علاقه بسرعه الكارت، ده له علاقه الكارت ده يقدر يعمل ايه؟ ها؟ يبعت ويستقبل في نفس اللحظه ولا يبعت بس او يستقبل بس. خلاص كده. المره دي لو رحت كده وشفت بعد ما وصلت الكارت مره ثانيه، ها رجع ايه؟ قال لك لينك اوكي المره دي، وقال لك برضو لينك ديتكتد يس. انت لو انت سالتني بتحب تستخدم مين فيهم، لو انت سالتني بتحب تستخدم مين فيهم، هقول لك انا عن نفسي انا بحب استخدم الاث تول دي. شايف دي؟ انا بحبها جدا بصراحه. الماي تول دي كانت من ايام ريل 4، من زمان جدا جدا جدا. خلاص الاث تول دي كانت التطور الطبيعي بتاعها. وليه بحبها؟ عشان بتديك شويه المعلومات دي كده، عشان بتديك شويه المعلومات دي. خلاص تمام كده. طيب كلام جميل. ايه تاني يا سيدي؟ ايه تاني كنت ممكن عايز اقول لك عليه؟ كنا ايه تاني ممكن نقوله قبل ما ننقل؟ اعتقد ان كده يعني احنا خلاص غطينا معظم الحاجات. انا ممكن اعمل برضو حاجه كمان النهارده، ممكن اعمل حاجه كمان النهارده. تعالى كده افتح فايرفوكس هنا. وتعالى هنا كده يا سيدي هروح لسنتوس. سنتوس 7. تعالى داونلود كده. ايوه ده اللي انا عايز اعمله دلوقتي حالا. النيك تيمنج والبريدجنج والحاجات دي عايز اخلصها النهارده ان شاء الله. بس قبل ما كمان ما اخش فيها عايز اديكوا الاي بي فيرجن 6. فانا هنزل المينيمال انستوليشن على ما نخلص الاي بي فيرجن 6. اتمنى ان شاء الله نخلصه النهارده، نكون احنا عملنا ايه. تعالى هنا كده كوبي لينك هنا، وتعالى ايه داونلود الكلام ده. تعالى احطه عندي كده على الديسكتوب. شكرا اهون. على ما احنا نخلص ان شاء الله هيجري على طول يعني. لا والله مش فارقه على ريلا او سنتوس، ده انا ممكن انزل لك ديبيان دلوقتي اشغلك عليها يا عم. مش فارقه خالص، ده نتورك مانجر، ده انا هشتغل نتورك مانجر. خلاص يعني مش هياخد ان شاء الله حوالي 3 دقايق ولا حاجه. السرعه دلوقتي هتترفع توصل حوالي 4 ميجا وهتظبط معانا ان شاء الله. طيب على ما احنا نخلص بس يكون هو ايه، يكون بدا تحميل. انا عايز اتكلم في ايه دلوقتي؟ انا عايز اتكلم على موضوع الاي بي فيرجن 6. الناس كلها في معظم الكورسات شايفه ان هو ده موضوع كبير جدا. انا عارف ان هو موضوع كبير جدا للاسف، هيطلع عيني وعيني اللي خلفوني فيه. الناس كلها شايفه ان هو موضوع غامض الى حد كبير، تمام؟ حتى الناس بتوع سيسكو سي سي ان بي طالع عينيهم بسببه، ماشي؟ مش عارف، بس
انا عايز اخد الكورس بتاعكم ده استثناء ان انا اشرح فيه الاي بي فيرجن 6 بشكل كويس، لان 88 ايه 90% او 95% من نتورك ادمنز اللي موجودين مش فاهمين الاي بي فيرجن 6 شغال ازاي، ولا السلاك بروسس بتتم ازاي. ما اعرفش انت خدت السلاك، لو حد فيكم سمع عن العمليه دي. خلاص كل الكلام ده مش عارف اقوله ولا ايه. طيب هنعمل اقتراع يعني. اشرح ولا لا؟ اشرح موضوع زي ده ولا بشكل، خلي بالكوا هياخد معانا وقت وهيحتاج منكم مجهود عشان تذاكروه، لان من غير مذاكره فاللي انا بقوله ده على الفاضي. اه بصراحه مهم جدا. عايز اقول لك ان مؤخرا لو انتوا بتتابعوا الاخبار كويس، هتلاقي مثلا الفيسبوك كده فجاه لقى ان اي تي ان تي، لو تسمعوا عن اي تي ان تي كده، اي تي ان تي ومين كمان وفيريزون، دول اثنين من اكبر اللي اقول لك ايه الموبايل بروفايدرز في امريكا، شركات اتصالات امريكيه. ايوه الفيسبوك اعلن من فتره كده، من حوالي شهر تقريبا او من حوالي 40 يوم تحديدا بالظبط، يعني ان فجاه لقى كل زي تي ده. تمام يا راجل، حرام عليك، ابوس رجليك على تاني. تي ده دي مش شركه. المهم فيسبوك كان اعلن كده في اناونسمنت رسميه ان فجاه اكتشف ان كل او مش كل كميه اي بي فيرجن 6 ادريسز كبيره جدا جايه عن طريقهم. خلاص فبعد كده جم يسالوا ايه يا جماعه، ايه اللي حصل، ايه موضوع الاي بي فيرجن 6 ده؟ قال لك يا عم الاي بي فيرجن 4 في امريكا الشماليه خلاص ما عادش فيه اصلا، ما عادش في اي بي فيرجن 4 كافي، فاوتوماتيك حولوا اليوزرز بتوعهم لاي بي فيرجن 6. ده معناه حاجه واحده، ان بقيه الشركات الامريكيه هتتبعها في مده لا تزيد عن 6 شهور من النهارده. خلاص او اعتقد يعني في اعتقادي من 6 شهور لسنه. ده برضه معناه حاجه واحده، ان الشركات الاوروبيه وبقيه الشركات من الاخر بقيه البروفايدرز هيتبعوا نفس اللي الامريكان عملوه، او اكبر اثنين اي اس بي في امريكا عملوه تحديدا، في خلال مده لا تتجاوز سنه. يعني ايه بقى بكل بساطه بالنسبه لك انت كسيستم ادمن؟ يعني سيادتك هتبقى مطالب تكون عارف الاي بي فيرجن 6 مش مجرد كونفجريشن بس، لا تكون فاهم كمان شغال ازاي، وتبقى قادر تكونفجر السيرفيس ان هي تشتغل مع الاي بي فيرجن 6. يعني لو عندك دي ان اس اد سيرفر ازاي تستخدمه مع الاي بي فيرجن 6. خلاص لو معاك دي اتش تي بي سيرفر ازاي تستخدمه مع الاي بي فيرجن 6. تعالى يا عم هنا، تعالى نحط سبيد ليميتر اهون، وتعالى نخلي الداتا 300 كيلو اهون عشان ما عادش يشتكي. ها الصوت كده واضح؟ طيب ماشي. هقول لك ايه، الموضوع كبير يعني، بس مش مشكله. تعالوا نبدا نتكلم على بي فيرجن 6 كده واحده، واشوف لو هتقدروا تستوعبوا ايه نكمله باستفاضه، لو مش هتقدروا بقى يعني ايه بصوا اقلع لكم ملط لحد ما تفهموه. مفيش حاجه اسمها ما تفهموهوش يعني، فانا معاكم للاخر بقى. طيب تعالوا نكمل بقى ايه، او تعالوا نشوف موضوع الاي بي فيرجن 6 كده ايه موضوع الحكايه من اولها اساسا. بص يا سيدي، الاي بي فيرجن 4 انا قلت لك هو بيتعمل اساسا من الثمانينات. كان الراجل اللي فكر يعمل اي بي فيرجن 4 كان عنده نفس او مش عنده نفس، وصل او التفكير بتاعه كان وصل لنفس درجه بتاع اللي الراجل بتاع اللي صمم الام بي ار او ال بي اي لوجيكال بلوك ادريسنج بالظبط. يعني ايه بقى؟ يعني الراجل بتاع الام بي ار والال بي اي ده لما حط الادريسنج البلوك ادريسنج على الديسكس، قال لك ان انا عمري في يوم من الايام هوصل ل 2 اس 32 ادرس. عارف ده كان معناه كام وقتها؟ حوالي 4 تيرا بايت. لا مش 4 تيرا بايت، حاسب 4 مليار بلوك. 4 مليار بلوك، اه 4 مليار بلوك، يعني حوالي 4 تيرا بايت تقريبا.
4 تيرا بايت، لا 4 مليار بلوك، وكل بلوك 512 بايت. معنى كده ان كان كل ديسك عندك مش هينفع تعمل ديسك، او اسف ديسك او بارتيشن مساحته اكبر من 2 تيرا. خليك فاكر الحكايه دي، دي كان الخازوق، لان مساحه السيكتور الواحد 512 بايت. مساحه السيكتور لو جيت كده عملت اف ديسك داش ال هنا اهون، تعالى يا سيدي هنا اف ديسك داش ال، كان بيقول لك مساحه السيكتور الواحد كم؟ ها 512 بايت. معنى كده هتقسم 4 مليار على 2، يعني 2 مليار، يعني تقريبا مساحه كل بارتيشن او مساحه كل ديسك ما ينفعش تتخطى 2 تيرا بايت باي حال من الاحوال. طيب هو نفس التفكير المجنون ده الراجل اللي جه صمم الاي بي فيرجن 4، او لما جم صمموا الاي بي فيرجن 4 عملوه برضو كام بت؟ 2 اس 32 بت. وقلت لك 2 اس 32 يعني حوالي 4 مليار، حلو. وقلت لك راح جاي كده مقسمه في 8 خانات، الثمان خانات دول عبارة عن اكس دوت اكس دوت اكس دوت اكس، ودي قلناها الحمد لله. وقلت لك حيث قيمة الاكس دي بتتراوح من صفر لكام؟ ل 255، اي حاجة في النص ده فاليد. ورجعنا اتكلمنا تاني ان القيم دي قسموها كده من جوه لحاجة اسمها الكلاسز، والكلاسز دي كان عندك كلاس A وكلاس B وكلاس C وكلاس D وكلاس E. خلاص احنا حاليا شغالين في التلاتة دول، ده شغال مع المالتي كاست بس. بالمناسبة موضوع المالتي كاست ده موضوع كبير جدا جدا جدا، يعني هبقى اديكم كده شرح مبسط عنه او حاجة سريعة جدا عنه، وده لسه حاليا شغال في ريسيرش بس. اللي هما الكلمتين الناس كلهم بيقولوهم في كل الكورسات تقريبا وفي كل السكاشن بتاع الكليات. ايه الجديد عندنا بقى؟ الجديد عندنا اللي عايزين نعرفه الاي بي فيرجن 6. ال 32 اي بي دول يعني حوالي 4 مليار اي بي. 4 مليار اي بي ما بقوش كفايه النهارده ان احنا نستخدمهم اساسا. بقوا غير كافيين اطلاقا ان احنا نستخدمهم. خلاص كده؟ بص على نفسك مثلا، هتلاقي معاك لابتوب ومعاك موبايل وممكن يكون معاك تابلت كمان، والراجل اللي جنبك نفس الحكايه، والراجل اللي جنبك نفس الحكايه، ده غير ان الديفايسز بقى كمان بقت موجوده ليها اي بي، يعني التلفزيون له اي بي. مش عارف السويتش بتاعك له اي بي، الراوتر له اي بي، مش عارف ايه تاني، البلاي ستيشن له اي بي. كل الديفايس دي ليها اي بي النهارده. طب الحل في الحكايه دي بالمناسبه 2 اس 32 اي بي ده خلاص قال لك بقى ده غير كافي، احنا لازم نفكر ازاي نستبدل الادرسنج الليجاسي ده اللي احنا بيسموه ليجاسي، حاجه كده يعني ممكن تسمعها بلدي كده انقرضت، يعني دي حاجة قديمة جدا، بحاجة باي بي ادرسنج جديد يكفينا في المستقبل. خلاص كده؟ فراح مبدل كل الادرسنج ده، بدل ما هو 2 اس 32 عمل اي بي ادرسنج جديد خالص سماه الاي بي فيرجن 6. ايه ده؟ اللي هو اللي فات ده يا عم، اللي هو كان 2 اس 32 ده اي بي ادرس ده كان اسمه ايه؟ كان اسمه الاي بي فيرجن 4. بالمناسبه كلمه 4 هنا لان قبل ما يوصل للشكل اللي احنا بدانا بيه دوم، او اللي احنا شفناه من كام يوم ده، اللي هو اكس دوت اكس دوت اكس دوت اكس ده، ها ده كان يقول لك زي الريليس فيه، ريليس 4 فيه كده بالظبط، اعتبره كان النسخه رقم 4 اللي بداوا لها. طب ايه ده؟ امال الاي بي فيرجن 5 فين يا عم؟ قال لك الاي بي فيرجن 5 ده كان درافت ما بين الاي بي فيرجن 4 وما بين الاي بي فيرجن 6، بس ما ظهرش للعلن، فضل بس موجود في 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 اقول لك ايه، في المختبرات بس يجربوا عليه. لكن النسخه اللي ظهرت للبابليك يوزرز اللي هو مين؟ الاي بي فيرجن 6. ففعلا كان في اي بي فيرجن 5 ظهر في النص بينهم، بس ده كان شغال في المختبرات فقط خلاص وفي اللابس، وبعده مباشرة ظهر الاي بي فيرجن 6. الاي بي فيرجن 6 بقى لما حاولوا يعملوه، او لما جم يعملوه، حاولوا يتلافوا المشاكل اللي كانت موجودة في الاي بي فيرجن 4. الاي بي فيرجن 4 كان عنده مشكلتين خطيرتين جدا، خلاص؟ أكبر مشكلتين عند الاي بي فيرجن 4، أول حاجة عدد الاي بي ادريسز كان قليل،
لانه كان 2 اس 32، فده معناه ان هو كان كام؟ 4 مليار اي بي، خلاص 4 بليون اهو 4 مليار. الاي بي فيرجن 6 قال لك لا يا حاج استنى عندك، انا هعمل لك 2 اس 128. 2 اس 128 ده هيطلع لك رقم خزعبلي، خلاص كده. الرقم الخزعبلي ده بيقول لك يعني انت ممكن تقعد تدي اي بي لاي حاجه موجوده على الارض وبرده مش هيخلص، يعني ادي للشجر اي بي، ادي للشوارع اي بي، ادي لاي حاجه تدخلها في حياتك اي بي ومش هيخلص، خلاص كده. انت اصلا لو جيت فتحته كده بالكالكوليتر اساسا بص عليه كده رقم ايه، بص الرقم مش حجمه قد ايه، ده اكسبوننشال 38. يا نهار ازرق، حد فيكم عارف الايه دي؟ بص الرقم قد ايه، يعني مستحيل مستحيل في اي يوم من الايام تقدر توصل لنهايه الرقم ده. لو انت جيت كده اديت لكل واحد فينا 50 اي بي ايه، لو كل واحد 100 اي بي 1000 اي بي، عمر البشر اصلا ما هيخلصوه على الاقل ال 50 سنه اللي جايه، خلاص كده. طيب كلام جميل، يبقى دي اول مشكله اتحلت، بان انا بدل ما هستخدم 32 بت ادريسنج انا هستخدم 128 بت ادريسنج، الحمد لله. طب كانت ايه المشكله الثانيه اللي موجوده في الاي بي فيرجن 4؟ قال لك بس انا كان عندي خازوق في الاي بي فيرجن 4 اللي هو، فاكر لما قلت لك ان في سبيشال اي بي عندك اسمه 255 255 255 255 وقلت لك ان ده كان اسمه البرودكاست، فاكر؟ البرودكاست ده كان ميزه وعيب في نفس الوقت. ميزه ليه؟ ميزه لان لو عايز تبعت اي رساله لاي هوست موجود عندك في الشبكه كنت بتبعت على الادرس ده، واوتوماتيك اي باكت تيجي على الادرس ده كده اوتوماتيك كان بتعمل لها فورورد لكل هوست اللي موجوده. يعني ايه بقى؟ يعني لو عندك 100 هوست وعندك الهوست رقم واحد بعت للادرس ده، بقيت ال 99 هوست هيستقبلوا نفس الرساله، خلاص كده. طب برضو طب ما تقولي طب ما ده حاجه كويسه يا عم، امال فين الخازوق بقى؟ الخازوق في ايه بقى؟ الخازوق ان لو عندك 1000 جهاز في شبكه واحده وعملت كل شويه جهاز يبعت للعنوان ده، عارف ايه اللي هيحصل؟ هيتعمل حاجه كده زي اسمها برودكاست ستورم، واللي فيكوا اشتغل، اللي فيكوا اشتغل شبكات كويس او اشتغل مع سيسكو او اتش بي او ديل هيعرف ان البرودكاست ستورم دي حاجه مميته جدا للسويتشات. تخيل السويتش لقى 100 جهاز كل جهاز بيبعت على نفس الاي بي، خلاص معنى كده ان كل جهاز هيبعت نفس الباكت دي، تخيل لو باكت واحده، انا بكلمك في باكت واحده بس، هيبعتها كام؟ 99 نسخه. طب تخيل لو كل جهاز بيبعت ال 99 اللي جنبه، اضرب بقى كده 100 في 100 او 100 في 99، خلاص. طبعا لما تبعت فايل الفايل ده بيتقطع، بتبقى حاجه اسمها فريمز، الفريمز دي لما تعملها فورورد على السويتش بتبقى مساحتها حوالي 1500 بايت بس. فتخيل لو بتبعت ملف وليكن مساحته 10 ميجا، تخيل ملف 10 ميجا، خلاص. والملف ده كل الناس بتحاول تعمله، بلاش يا عم ملف، سيناريو الملف ده سيناريو سيء جدا. تعالى عندك مكنه بتعمل برودكاست الفيديو، عندك فيديو ستريم موجود، خلاص. مثال على الفيديو ستريم، عندك اي بي تي في موجود في الشبكه، الاي بي تي في ده يا عم في مكنه كده بتبعته على الشبكه وبتعمل برودكاست، يا دين النبي اتفرج على السويتش ايه اللي هيحصل فيه. السويتش هيتجنن حرفيا، هيتجنن بجد، كل باكت جايه هيحاول ايه يبعتها لكل الهوست اللي موجوده. طبعا الموضوع ده بيبقى عمليه ريبليكيتد او عمليه ايه، ممكن تسميها كده زي شبه اكسبوننشال، لان كل باكت بتجيلك بتفوروردها ل 99 هوست، وكل ما عدد الهوستس بيزيد العدد بيزيد اكتر، يعني لو بقوا 150 فبقوا 150 مره، وصلت؟ فالعدد دلوقتي اتضاعف من 99 بقوا 150، بقوا 1000 هوست، بقوا 1000 مره، فبتلاقي الموضوع بقى كبير جدا جدا جدا. يعني السويتش اصلا ما بيقدرش يستحمل حاجه زي كده. فعشان كده حتى لو كنت اشتغلت شبكات قبل كده كنت هتلاقي دايما دايما ان لازم يكون عندك برودكاست ستورم كنترول على اي انترفيس عندك
عشان البرودكاست ده ما يزيدش مثلا عن 20% من الباندويتس بتاع اي اب لينك ما بين سويتش وسويتش تاني، بحيث ان انت تحفظها الاب لينكس ما بين السويتشات عشان ايه ما يحصلش برودكاست ستورم. يعني ايه برضه؟ يعني اللي انا عايز اعمله حاجه بالمنظر ده، انا عندي سويتش هنا في شبكه والسويتش ده وصل بسويتش تاني، فكنت باجي كده على الاب لينك ده والاب لينك ده اقول لكل واحد فيهم البرودكاست ما ينفعش يزيد عن 20% والباقي ده احجزه لليونيكاست، عشان بس بخاف من البرودكاست ستورم اللي تحصل، لانها لو حصلت معناها الباندويتس اللي بين السويتشين دول خلاص كلها بقت كونسيومد بان وونتد ترافيك، ترافيك انت مش عايزه خلاص كده. فده كان الخازوق في الموضوع. طيب مع الاي بي فيرجن 6 قال لك بس استنى عندك يا حاج، البرودكاست ده اللي انت عامل لي مشاكل او عامل لك مشاكل ده انا هلغيه خالص، ما عدتش هخلي فيه حاجه اسمها البرودكاست خلاص كده. طيب هتستعوض عنه بايه؟ قال لك والله انت عندك مالتي كاست موجود، انا هشغل لك اي حاجه انت عايزها مالتي كاست، فالبرودكاست ده انا هلغيه، ما عادش في حاجه اسمها ابعت رساله تروح لكل الهوستس اللي موجوده عندي خلاص كده، باستثناء هعمل اكسبشنز كده لحاجات معينه هقول لك عليها كمان شويه، بس الحاجات دي هشغلها برضو ايه؟ هشغلها مالتي كاست مش هشغلها برودكاست. طيب تعالى كده افكرك بنفس الكلمتين اللي بتقاله في كل الكورسات، ايه موضوع المالتي كاست وايه موضوع البرودكاست وايه موضوع اليونيكاست. اليونيكاست والبرودكاست تعالى كده احط لك شويه راوترات، ادي راوتر وادي سويتش، السويتش ده واصل براوتر تاني، الراوتر ده رايح لسويتش كمان، السويتش ده رايح او اسف الراوتر ده رايح لسويتش، ومن هنا رايح راوتر، ومن هنا رايح لراوتر تاني، والراوتر ده رايح لسويتش، وده رايح لسويتش خلاص. الراوتر ده وصل لي بيه هنا سيرفر، وهنا وصل لي هنا كلاينت، هذا الراجل باللابتوب بتاعه اهو، ووصل لي هنا اتنين كلاينت. خلاص اليونيكاست كل فكرته ايه في الدنيا؟ اليونيكاست الكلاينت ايه ده، تعال نسميه ده كده ايه، وده بي وده سي. اليونيكاست فكرته قايمه على ايه؟ انا عندي الكلاينت ايه عايز يكونكت على السيرفر ده عشان ياخد منه شويه داتا، ممكن تكون اتش تي تي بي، ممكن تكون اتش تي بي اس، ممكن تكون اف تي بي، ممكن تكون اي حاجه. فالكونكشن هيحصل له انيشيشن منين؟ هيمشي كده اهو الحمد لله، ده اليونيكاست. ده اليونيكاست اهو، حد عنده اي مشكله كده؟ طيب عندي الجهاز بي، الجهاز بي عايز يروح ياخد معلومه من السيرفر اهو، اطلع يا عم يا اللي اسمك بي. طب الجهاز سي عايز تطلع اهو، اطلع يا عم يا اللي اسمك سي. فكانت الدنيا تمام التمام وزي الفل مع اليونيكاست، مفيش فيها اي مشكله، ومن اسمها يونيكاست يعني يوني يعني واحد خلاص، معنى كده ان كل كلاينت هيحب ياخد نسخه من السيرفر هيعمل انيشيت للكونكشن، او هيعمل انيشيت للكونكشن منفصل. خليك فاكر الحكايه دي، ايه كان عايز يكونكت فايه هيكون ليه ها كونكشن، وبي عايز يكونكت فبي هيكون ليه ايه ها كونكشن تاني، وسي عايز يكونكت فهيكون له كونكشن تالت. طبعا ده في حد ذاته حاجه كويسه جدا، لان مفيش اي برودكاست صح، يعني لو ايه عايز يوصل للسيرفر بي مش هيعرف ولا سي هيعرف خلاص. ولو عندك هنا مكنه ثالثه اسمها دي اهيا، برضو دي مش هتعرف خلاص، ومش هيأثر عليها في اي شيء لان ما حصلش برودكاست، معنى كده ان الباكت هتطلع من البورت ده تروح للبورت ده، معنى كده البورت ده مش هيتأثر في اي حاجه، ده كلام زي الفل ومفيش اي مشاكل خالص.
طب ايه يا عم بقى المشكلة؟ المشكلة اللي حصلت ما حصلتش عند الكلاينت، المشكلة اللي حصلت عند السيرفر نفسه في الحتة دي هنا كده، الحتة دي حصل فيها مشكلة. ليه بقى؟ السيرفر بتاعك ده وليكن الانترفيس بتاعه 10 ميجا بت، طبعا ده مش رياليستيك النهاردة، لان في الحقيقة معظم السيرفرات النهاردة بقت كحد ادنى 1 جيجا بت، وبقينا بنتكلم النهاردة في 10 جيجا بت، ده الطبيعي. بس انا بكلمك برضو على حاجة ان رياليستيك تانية، اللي هو عدد الكلاينتس 3. طبعا اي شبكة في الدنيا بتلاقي عدد الكلاينتس فيها بالمئات، ده طبيعي جدا، مش هقول لك بالالاف بقى، ولا انت عندك سيرفيس بروفايدر زي امازون ولا حاجة وبتعمل فيديو ستريمينج وعندك مئات الالاف من الكلاينتس، بل يكاد يكونوا شبه ملايين من الكلاينتس. خلاص انا بكلمك على سيناريو فيه بضع مئات بس، والسيرفر بتاعك ده موجود. فايه السيرفر ده؟ تخيل كده الكلاينت ده بيحاول يكونكت على السيرفر، ياخد منه شوية بيانات. الكونكشن ده محتاج 3 ميجا بت في الثانية، مش بايت، 3 ميجا بت بير سكند. خلاص كده، وده برضو محتاج 3 ميجا بت بير سكند، وده محتاج 3 ميجا بت بير سكند. بص كده دول كام؟ 3 و3 6 و3 9. يا نهار ازرق. طب لو جيت احط الكلاينت ده كمان وابعت فيد كمان جديد منه، اهو محتاج 3 كمان. قال الحق ده 4 ماشينز بس، بقوا محتاجين باندويتس اكتر من الباندويتس بتاع الانترفيس بتاع السيرفر نفسه. تخيل 4 كلاينتس بس. فطبعا دي حاجة كارثية، ده خازوق كبير جدا 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 في الشبكة. طيب الحل كان عبارة عن ان انا امسح ده بقى كله كده، اهو يا عم قال لك بس تعال عندي انا هعمل ايه. تعال نختار خط هنا كده يكون واضح، اهو قال لك بس بدل السيرفر ده ما يبعت نسخة الايه ويبعت نسخة البي ويبعت نسخة السي، ثلاث نسخ مختلفين، خلي السيرفر يبعت نسخة واحدة بس للراوتر، والراوتر هيبعت نفس النسخة للسويتش، السويتش هيبعتها للراوتر اللي جنبه، يقوم الراوتر باعتها للراوتر ده، الراوتر ده يقوم باعتها للسويتش ده، السويتش ده يقوم باعتها للراوتر ده، ويقوم باعتها للراوتر ده. خلاص كده يقوم السويتش باعت نسخة واحدة هنا اهو. خلاص طيب، وهنا الراوتر هيبعت نسخة للسويتش، جه الكلاينت بي قال لك انا عايز نسخة، اديله يا عم نسخة. سي راح قايل لك لا انا مش عايز نسخة، خلاص ما تديلوش. طيب بص لي كده، هل المشكلة اتحلت هنا ولا لا؟ ها انا قلت لك ده بقى ببعت نسخة واحدة، فده الباندوتس الكونسيومد بالنسبة له بقت كام؟ 3 ميجا بت بس. لا مش كاش، 3 ميجا بت بس. يبقى انا كده حليت المشكلة هنا. هتقول لي ثانية واحدة ثانية واحدة، طب ما انت عملت لي مشكلة تانية اللي هي ايه؟ ان انا لو عندي اصلا، لو انا عندي بالمنظر ده، انا عندي شبكة السويتش ده عليه 20 جهاز، بالمنظر ده معنى كده ان السويتش ده هيبقى هو اللي بيمد دلوقتي. هقول لك ثانية واحدة، أنا أول حاجة كام نسخة اتبعتت من الراوتر للسويتش؟ ها؟ هي نسخة واحدة، نسخة واحدة بس. طب لما وصلت للسويتش، لما وصلت للسويتش، ها؟ السويتش هو اللي هيشوف، هل عندكم أي حد عايز ياخد النسخة دي؟ هيسأل الناس دي الأول قبل ما يبعت لها، ها؟ عندكم حد؟ لو ده عايز ابعت له، لو ده عايز ابعت له، لو ده مش عايز ما تبعتلوش، طب ده عايز ابعت له. هتقولي طب ما كده السويتش بقى بيبعت 5 نسخ ولا 4 نسخ، 1 2 3 4، معنى كده ان السويتش هيكون بقى، او السويتش هيحصل له عمليه اوفرلود، هيبقى هو اللي منفوخ، صح؟ اه هقول لك السويتش هيتنفخ، انا معاك ان السويتش ده هو اللي هيتنفخ،
بس بص لي كده لبقية الشبكة، بص لي كده لبقية الشبكة، هل بقية الشبكة اتنفخت زي السيناريو اللي فات؟ السيناريو اللي فات كان كل الريسيفرز دول بنسميهم الريسيفر، الجهاز اللي بيستقبل الترافيك ده او الكلاينت اسميه ريسيفر، كل الريسيفرز دول بتأثرهم لان السيرفر الباندوتس بتاعته بقت ها خلاص هي نفسها متأثرة. بس في الحالة دي انا عزلت التأثير لوكالي على السويتش نفسه، ما بقاش التأثير ده بيطلع بره الراوتر انترفيس اللي وصل بالسويتش. فشفت ايه اللي حصل؟ الحاجة التانية اللي هقول لك مش هيأثر قوي، هقول لك هو هيأثر بس مش هيأثر قوي، عارف ليه؟ لأن السويتش أصلاً اوبتمايزد جداً. يعني لو خدت فيكم كده تصميم السويتشات والايزكس اللي موجودة على السويتش، السويتش أصلاً اوبتمايزد إن هو يعمل فورواردنج بشكل كبير جداً. خلاص؟ ماشي؟ يعني لو انت خدت كده السويتشات وشفت التصميم بتاعها فعليا، فعلا والله مش بضحك عليك ولا حاجه، بس فعلا ادا السويتش اهو وادا الراوتر اهو، هقول لك ايه الفرق بكل بساطه. السويتش بيفورورد بيزد على الايزك نفسه على 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 البورده نفسها، هنا كل بورت هنا له ميموري، خلاص بيفورورد من بورت لبورت هنا، لكن الراوتر كل حاجة فيه امبلمنتد عن طريق سوفت وير. معنى كده ان لو انت بتكلمني كراوتر وبتعمل فورورد للترافيك من انترفيس لانترفيس تاني كده او العكس، اللي بيبقى مسؤول عن عملية الفورواردنج دي الكيرنل نفسه مش الهاردوير. تخيل الكيرنل دلوقتي مسؤول ان هو يعمل بروسيسنج لاتنين مليون باكت بير سكند، تخيل ده احسن ولا خلي كل حاجة بتتم عن طريق الهاردوير نفسه عن طريق ايزك، ها والايزك ده هو اللي يعمل فورورد للاتنين مليون باكت. الكيرنل اصلا ملوش دعوة باللي بيحصل، الكيرنل هيبص على اول باكت بس هتتبعت، واي حاجة جاية في الفلو بعدها خلاص يا عم روح للطريق اللي كان جاي لك، مش هيقعد يمسكهم باكت باكت كده وابعتهم. خلاص كده معنى كده ان السويتش اصلا كان اوبتمايزد ان هو يعمل ايه، ان هو يفورورد كميات كبيره جدا من الترافيك من انترفيس لانترفيس تاني، لكن الراوتر اوبتمايزد ان هو يفورورد الترافيك من شبكه لشبكه تانيه. ده الفرق، ان الراوتر اصلا وهو متصمم في الاساس كان متصمم ان هو يفورورد الترافيك ما بين شبكة وشبكة تانية مختلفة، لكن السويتش كان اوبتمايزد في الاساس وهو على تصميمه اساسا ان هو يفورورد الترافيك من بورت لبورت تاني. تمام كده؟ معنى كده ان عملية اللود الكبيرة اللي كانت بتحصل مش هتأثر قوي مع السويتش، هي هتأثر مع الراوتر. بس هتأثر مع الراوتر ازاي يا عم في حالتي ديت؟ ده انا هقول لك هيبقى التأثير ليميتد جدا جدا جدا، لان كل راوتر هيبعت نسخة واحدة فقط للجار بتاعه. تمام كده؟ تمام؟ طيب حاجة بس عايز اقول لك عليها، الدنيا اوبتمايزد اكتر من كده كمان بكتير جدا. ليه بقى؟ الناس قال لك بس ثانية واحدة، هو كل سيناريو ايه ده؟ احنا كده لسه بنتكلم بسم الله الرحمن الرحيم. تخيل انت بقى ان عملية بس ان الكلاينت ده يطلب نسخة من السويتش هنا اتعمل لها اكتر من بروتوكول. في عندك حاجة اسمها سيسكو جروب مانجمنت بروتوكول، وفي عندك اتعمل حاجة تانية اسمها الاي جي ام بي، وفي حاجة تانية اسمها اي جي ام بي فيرجن 2، وفي اي جي ام بي فيرجن 3. تخيل كل البروتوكولات دي اتعملت عشان بس تنظم الترافيك اللي هيتنقل من الراوتر للسويتش، والترافيك اللي هيتنقل من الكلاينت ده او من الريسيفر ده للسويتش ده. طب الهدف من ده ايه؟ الهدف منهم كلهم ان هم يقللوا اقل عدد من الكوميونيكيشنز تحصل ما بين
الجهاز ده وما بين السويتش ده تكون كلها اوبتمايزد. معنى كده ان الاوبتمايزيشن كمان تم بشكل اكبر من اللي انا كنت بقول لك عليه. خلاص طبعا مش المفروض ان انا اقعد اشرح مالتي كاست، او مش هشرح لكم مالتي كاست بيور مالتي كاست وادخل نفسي في حوار المالتي كاست بقى واقعد اشرح لكم البروتوكولات اللي هي السيسكو جروب مانجمنت بروتوكول والاي جي ام بي واقول لك الفروقات بينهم. يعني مش في حصه سيسكو، يعني مش في حصه سي سي اي اي عشان اقعد اشرح الكلام دون. بس اللي عايز اقول لك عليه الدنيا اوبتمايزد بشكل كبير جدا 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 جدا، يعني الدنيا كنترولد قوي 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 في اللي بحصل. طيب خلاصه الكلام ده ايه؟ خلاصه الكلام دون ان انا بدل ما كنت ببعت نسخه مختلفه من السيرفر لكل كلاينت لوحده اهو، بقيت ببعت نسخه واحده بس اهيا في الطريق ده، وبعد كده كل راوتر يبعت للنيبر بتاعه. فانا كده خلصت السيرفر من اللود اللي كان بيحصل عليه. طيب ايه بقى طالما المالتي كاست حلو قوي كده والدنيا تمام، طالما المالتي كاست حلو قوي كده والدنيا تمام، طب ما انا اشغل كل حاجه في الدنيا مالتي كاست وبلاش اليونيكاست ابن الكلب ده. خلاص هقول لك لا ثانيه واحده، ده المالتي كاست ده مش هينفع في كل انواع الترافيك. ليه؟ لان المالتي كاست بيعتمد على ان نفس الستريم ده هنسميه ستريم كل الكلاينتس عايزاه في نفس الوقت. يعني ايه بقى بالبلدي كده بالعربي؟ المالتي كاست معتمد على شيرد ستريم او على ستريم الناس عايزاه. زي ايه بقى؟ اديني مثال كده يفهمني. زي الفيديو كونفرنس مثلا. خلاص اقول لك على مثال شهير جدا، مش مثال، دي حاجة واقعية انا راشق فيها كل يوم في الشغل. عارفين كاميرات المراقبة السي سي تي في؟ حد فيكم عارف كاميرات المراقبة؟ ها حلو قوي. كاميرات المراقبة دي تفتكر ان في شخص واحد بس هو اللي بيراقب اللي بيحصل عن طريق الكاميرات؟ ها شخص واحد بس اللي بيراقب ولا بيكون اكتر من حد بيراقب؟ الطبيعي ان يكون اكتر من حد بيراقب. لا مش شخص واحد طبعا، ده انت بيكون عندك هيلب ديسك وبيكون عندك التكنيشنز نفسهم اللي بيراقبوا، وبيكون لو في عندك جهة امنية كمان بيكون عندها نسخة من الفيد ده او من الستريم ده. خلاص ويا سلام لو عندك بقى شركة وفيها فروع، يا سلام ربنا يديك الصحة بقى. شوف كم فرع هيراقب، وهل الفرع الرئيسي بيراقب الافرع الفرعية ولا لأ؟ خلاص طيب اه ده اللي انت كنت بتشوفه قدامك بس، بس الطبيعي بيكون في ناس تانية كمان عمالة تراقب. تمام طيب معنى كده ان المالتي كاست ترافيك ده هيكون اوبتمايزد لناس بيشوفوا كل الحاجة او بيشوفوا نفس الحاجة في نفس اللحظة. اقول لك مثال عليه، الاي بي تي في. الاي بي تي في حد فيكم عارف الاي بي تي في؟ ها حد فيكم كان بيشوف جيم اوف ثرونز؟ طبعا مش بتكلم عن الناس اللي بتداونلود من الانترنت، انا بتكلم من الناس اللي عندها سبسكريبشن وكانوا بيتفرجوا ساعه المسلسل ما كان بينزل. خلاص ايه اللي بيحصل؟ الشركه بتاعت الشركه اللي بتبث الكلام ده عن طريق الاي بي تي في بتعمل ايه؟ هي السيرفر بيبعت فيد واحد بس. تتخيل انت عمرك تتخيل ان سيرفر واحد او 10 او 100 ممكن يستقبلوا ملايين اليوزرز؟ مستحيل. انا بقول لك مستحيل حاجه زي دي تحصل، مستحيل حاجه زي دي تحصل. امال كان بيعمل ايه بقى فيك؟ كان بيضحك عليك وكان بيشغل المالتي كاست. هو سيرفر واحد بيبعت ستريم واحد، وانت ككلاينت بتروح تاخد الستريم ده من الراوتر بتاعهم بس كده، شكرا انتهت يا معلم. خلاص كده ينفع، هل ينفع تشغل المالتي كاست ده مع بروتوكولات عادية او مع حاجة عادية زي مثلا تعالى كده
تعال امسح الكلام ده، نظف الشاشة كده بدل ما شكلها بقى عر قوي. هل ينفع تشغل المالتي كاست ده مع بروتوكولات عادية او مع ترافيك عادي زي ال HTTP ترافيك؟ تفتكر هيبقى له لازمة؟ اقول لك مش هيبقى له لازمة. عارف ليه؟ لان الراجل ده بيطلب حاجة مختلفة عن الراجل ده بيطلبها. ده بيطلب حاجة اسمها اكس وده بيطلب حاجة اسمها واي. خلاص كده؟ معنى كده ان المالتي كاست هيفيدك في السيناريوهات اللي نفس الترافيك بيتطلب من اكتر من كلاينت في نفس الوقت، طالما ده بيتفرج على الكاميرا، وده بي او ده بيبعت بيبس البث بتاع الكاميرا، صح؟ مش الكاميرا بتشوف حاجه في نفس الوقت، او هي نفس الحاجه بتشوفها في نفس اللحظه. يعني الكاميرا عندك لو بتراقب مثلا السور بتاع المبنى بتاعك، انت جهه امنيه وبتراقب السور بتاع المبنى، ما هو نفس الستريم بتاع المراقبه ده اللي الراجل هيشوفه هنا، هو نفس الاستريم اللي الراجل هيشوفه هنا، هو نفس الاستريم اللي الراجل هيشوفه هنا. طالما هو نفس الاستريم يبقى ابعته باكتر من نسخة ليه؟ لكن لو عندك ترافيك مختلف، الراجل ده بيطلب مثلا، ده ميل سيرفر، ده عبارة عن ميل سيرفر عندك، خلاص، وبيطلب حاجة زي او اس ام تي بي او اي ماب او ايا كان البروتوكول بقى تستخدمه، او اتش تي بي او اتش تي بي اس حتى لو انت عايز، ده بيبعت نسخة او بيستقبل نسخة، وده بيبعت نسخة تانية خالص، وده بيبعت نسخة تالتة خالص او بيستقبل نسخة تالتة خالص. طالما النسخ مختلفة يبقى تشتغل يوني كاست، لكن طالما هي نفس النسخة خارجة من السيرفر، طب وليه تخرجها اكتر من مرة؟ طالما هي نسخة واحدة يبقى ساعتها هتشتغل مالتي كاست. وصلت؟ ها؟ وصلت يا جدعان؟ حد عنده أي مشكلة في اللي أنا قلته؟ ها؟ دلوقتي أنت فاهم الفرق بين المالتي كاست وبين اليوني كاست، صح؟ طيب، تعالى أكلمك على البرودكاست بقى اللي الناس كلها عارفاها، وده أسهل حاجة بقى هنقولها كده في كلمتين وإيه وننجز نفسنا. الحاجة التالتة خالص اسمها البرودكاست، والبرودكاست ده بسيط جدا. البرودكاست ده كده عامل زي مين؟ ادي جهاز عندي هنا وادي جهاز عندي هنا. لو الراجل ده بعت برودكاست باكت، طبعا طالما برودكاست معناها ان انت بتبعت على 255 دوت 255 دوت 255 دوت 255. لو بعت باكت الديستنيشن ادرس بتاعها بالشكل ده، لو بعت باكت الديستنيشن ادرس بتاعها 4255، اوتوماتيك ايه اللي بيحصل؟ ها، السويتش هيعمل لها فورورد لمين يا حاج؟ لكل الناس اللي موجوده عندك. خلاص كده؟ طيب، بالمناسبه كمان، اي برودكاست ترافيك لما بيوصل للانترفيس بتاع اي راوتر، الانترفيس ده كده بيعمل له دروب. تاني، اي برودكاست ترافيك اول ما بيوصل للانترفيس بتاع الراوتر كان بيتعمل له دروب. عارف ده معناه ايه؟ ان لو حصل برودكاست في الجنب ده كله كده، هل هيأثر على اي حاجه هنا؟ طب هيأثر على حاجه هنا؟ طب هنا؟ لا، ولا يعرف عنهم اي حاجه، لانه اول ما هيوصل للانترفيس بتاع الراوتر اوتوماتيك هيعمل له دروب. خلاص كده؟ ماشي؟ طيب، عايز اقول لك على حاجه كمان برضو. المالتي كاست ترافيك اول ما بيوصل لراوتر انترفيس زي ده او زي ده او ده او ده، المالتي كاست باي ديفولت هو كمان بيتعمل له دروب. عايز تشغل المالتي كاست لازم تروح على الراوتر بشكل اكسبليسيت
وتقول له انا عايز اعمل انيبل للمالتي كاست. تاني المالتي كاست باي ديفولت مش انيبلد على الراوترات، عشان تشغله لازم تروح على الراوتر دون وتقول له اعمل انيبل لمين، ها اعمل انيبل للمالتي كاست ده، غير كده هيعامل المالتي كاست زيه زي البرودكاست بالظبط، هيعامل المالتي كاست زيه زي البرودكاست بالظبط. طيب حاجة بس أخيرة لازم أقول لك عليها، ها، إن السويتشات عادة السويتشات بتبقى يا إما لير 2 أو لير 3 سويتش، بس بغض النظر لير 2 أو لير 3 مش فارق معايا في أي حاجة دلوقتي. أنا قلت لك إن البرودكاست كان بيتبعت للأدرس ده صح؟ خلاص كده؟ طيب كلام جميل. الكوميونيكيشن على السويتشات بيتم عن طريق الماك ادريسز وليس عن طريق الاي بي ادريسز. الكوميونيكيشن على السويتش بيتم عن طريق الماك ادريس. خلاص؟ طيب كلام جميل. معنى كده ان الجهاز ده، فرضا الجهاز اللي اسمه سي ده، عايز يبعت برودكاست، معنى كده 255 دي ملهاش اي قيمه. ايوه ملهاش اي قيمه، عارف ليه؟ لانه هيترجم اوتوماتيك ال 255 ده او ال 255 دي عندك للرقم ده. لو انت اصلا جيت ترجمت الكلام ده، ها هيطلع والله العظيم، والله هيطلع عندك كلهم 455. لو انت جيت ترجمت الهكسا ديسمال ده، ها لو انت جيت ترجمته كده هيطلع لك 455. معنى كده ان 255 255 255 255 255 لما كنت، لو انت شغال لير 2، لو انت شغال على نفس السويتش كده اهو، ادا جهاز وادا جهاز تاني، ده بيبعت برودكاست، كان بيبعت لديستنيشن ماك ادرس كام؟ ديستنيشن ماك ادرس، ها الماك ادرس ده، وده فيري سبيشال ماك ادرس، يعني الماك ادرس ده خاص جدا جدا جدا، اول ما بيبعت عليه ها اوتوماتيك ايه اللي بيحصل؟ بيفورورد كل الترافيك ده لمين؟ لكل الانترفيسز اللي موجوده معاه. ماشي؟ ماشي كده؟ بغض النظر هو نون ولا ان نون، هل هو اقول لك ايه؟ ترافيك تمام ولا ترافيك بيعمل فلادنج للشبكه؟ اي ترافيك جاي لاربعه او اسف لاف اف، اقول لك ايه اف 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 كررها 3 مرات، خلاص كده اوتوماتيك بيتبعت لكل الناس اللي موجوده عنده على السويتش ده. اي ترافيك رايح للديستنيشن ده بغض النظر هل هو ترافيك تمام ولا ترافيك مش تمام، هو ترافيك هدفه يوقع الشبكه برضه هيتعمل له فورورد. خلاص كده الحل ايه؟ الحل ايه؟ الحل تعمل برودكاست كنترول او برودكاست ستورم كنترول، بس ده الحل الوحيد ليها، ان انت تمسك كده كل انترفيس على السويتش وتقول له ان البرودكاست ستورم كنترول بتاعك لا يزيد عن 10%. يعني ما ينفعش واحد يكون عنده كارت شبكه، كارت الشبكه بتاعه ده مثلا 1 جيجا بت، وتقول لي هيستخدم اكتر من 100 ميجا بت عشان يبعت برودكاست، مش منطقي يعني. بلاش 100 ميجا بت اساسا، ده انت المفروض تقول له ان البرودكاست اللي يجي لك من المكنه دي ما ينفعش يزيد باي حال من الاحوال مثلا عن 1% من الانترفيس ده. البرودكاست ما ينفعش عن 1%، لان لو زاد عن 1% معناها ان في واحد بيحاول يوقع السويتش ده، في واحد بيعمل مصيبه على السويتش ده. خلاص كده؟ ها
حد عنده اي مشكلة في اللي انا قلته؟ ها يا شباب. طيب الحمد لله، عرفنا اليونيكاست، عرفنا المالتي كاست، عرفنا البرودكاست، ده كلام ممتاز وزي الفل. طيب خليك فاكر البرودكاست اتلغى تماما من الاي بي فيرجن 6. نرجع بقى لموضوع الاي بي فيرجن 6 بقى، نرجع لموضوع الاي بي فيرجن 6 بقى كده. ايه بقى الحدوته دي يا عم؟ الاي بي فيرجن 6 انا قلت لك بيتكون من 2 اس كام؟ ها، من 2 اس 128. 2 اس 128. طب هيتكتب ازاي ده يا عم؟ ده الاي بي فيرجن 4 كان 2 اس 32 وكان بيتكتب كده. طب الاي بي فيرجن 6 ابن الكلب ده هيتكتب ازاي؟ قال لك بص لي بقى كده، الاي بي فيرجن 6 هيتكتب بدل ما كان، خلي بالك الاي بي فيرجن 4 كان كانت القيم الفاليد بتاعته من كام لكام؟ ها؟ كانت القيم الفاليد بتاعته من كام لكام؟ من 0 ل 255 صح؟ اهو من 0 ل 255 في كل خانه من الخانات دي، اهو في الخانه دي او دي او دي او دي صح؟ طب ده هيتكتب ازاي؟ قال لك بس دول كانوا اربع خانات، قال لك الاي بي فيرجن فوق. بالمناسبه ده من 0 ل 255 القيم دي عباره عن ايه؟ القيم دي عباره عن ديسمال. اه خليك فاكر من 0 ل 255 دي قيم ديسمال صح؟ طيب الاي بي فيرجن 6 بقى قال لك لا يا معلم، ده انا هخليك تشتغل هكسا ديسمال. خلاص كده؟ يعني ايه من هكسا ديسمال؟ يعني ها هكسا اصلا يعني كام هكسا؟ يعني 16 بكل بساطه. طب 16 دي تتكتب ازاي؟ قال لك من 0 ل 8، من 0 ل 8 ها، او اسف اول 8 اكتبهم من 0 ل 7. طب بعد كده 8 قال لك مثلها بايه؟ طب 9 مثلها ببي اهو. طب 10 مثلها بكام؟ ها سي. طب 11 دي. طب 12 اي. 13 اي بي سي دي اي. من صفر، لا لا ثانية واحدة، ارجع 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 ارجع، من صفر لتسعة زي ما هما، من صفر لتسعة زي ما هما. طب عشرة قال لك مثلها بإيه؟ طب 11 مثلها ببي. طب 12 بسي. بعد كده 13 دي. 14 اي. و15 اف. بس كده شكرا، اهو كده من 0 ل 15 اللي هم ال 16 رقم اللي هم مين يا عم؟ الهكسا ديسمال. طب برضو هتتمثل ازاي؟ تعال نمسح دول بقى كده، هتتمثل ازاي؟ قال لك بس امسح ده بقى كده، قال لك همثلها بالشكل التاني. بص همثلها بثمان خانات، هنا في الاي بي فيرجن 4 كانوا أربعة، في الاي بي فيرجن 6 قال لك همثلهم بثمان خانات، بثمانية. خلاص طيب بص كده، اكس 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 اكس، بعد كده اكس 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 اهو، بعد كده اكس 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 اكس، واحد اتنين تلاتة، بعد كده اكس 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 اكس، بعد كده انا هكمل تحت بس لان مفيش عندي مكان، هكمل تحت لان مفيش عندي مكان، نفس الحكاية. ادي الاي بي فيرجن 6 بتاعك، حيث قيمة كل اكس هنا تتراوح من صفر لحد كام؟ من صفر الاف، من صفر الاف. خلاص كده؟ ها وضحت؟ يعني ده القيم الفاليد من صفر الاف، وده القيم الفاليد من صفر الاف، وده من صفر الاف. يا نهار ازرق، ما انا قلت لك الاي بي فيرجن 6 عدد الاي بي فيه كبير جدا جدا جدا،
عشان رقمه كده كبير جدا. طب ايه ده يا عم؟ ده الاي بي فيرجن 4 كان بيبقى بالمنظر ده 192 168 واحد و35، كنت بتلخبط فيه اساسا. الناس كلها كانت بتتلخبط اساسا لما كنت بقول له واحد الاي بي بتاعك 173 122 17 12، يا نهار ازرق. كان بيقعد يكتبه في ورقه واللي بيكتبه على ايديه، وكانت شغلانه ما يعلم بها الا ربنا. واللي ياخد كده صوره من الموبايل تقوم انت تلغي لي كل الكلام دون، لا انا اصلا بتلخبط فيه، وتعمل لي رقم يعجزني بالمنظر ده. طب ده يتحفظ ازاي ده والنبي، ولا يتقرا ازاي ده؟ ده عذاب يا عم، انت بتهرج بقى بالمنظر ده صح؟ هقول لك لا، اتعملت اكتر من طريقه، اتعملت اكتر من طريقه علشان ايه؟ ها؟ تقلل الرقم ده لحاجه ممكن تتقرا كبني ادم. اتعملت اكتر من طريقه، او في اكتر من قاعده كده، بلاش طريقه، اكتر من رول هنمشي عليها عشان نقلل الحجم البشع ده لحاجه صغيره كده ممكن نفتكرها. طبعا انا بقول لك انت مستحيل تفتكرها، بس يعني احسن من ما فيش يعني. خلاص كده؟ خلاص؟ ها؟ تمام كده؟ حد عنده اي مشكله؟ طيب تعال ناخد بريك 10 دقايق، وبعد كده نرجع نترجم الاي بي فيرجن 6 دون، ونمشي على الرولز بتاعته، ونبدا ناخد كده اكتر من اكزامبل نمشي، او يعني ايه اقول لك ايه، انتوا ترجموهم لي، انتوا اللي ترجموهم، بلاش انا ترجمهم، انتوا اللي ترجموهم كمان. خلاص تعال ناخد بريك كده 5 دقايق، وبعد كده نرجع نكمل.